الصبر يعني كخلق يكافئ عليه الله سبحانه وتعالى، لكن يعني ألا يتبادر إلى الذهن القول بأن الله سبحانه وتعالى هو الذي خلق الإنسان وقدر عليه هذه الأقدار، وبالتالي الأصل في الإنسان أن يقبل ويسلم، يعني هو عبد لله عز وجل، فلماذا يحوز هذه المنزلة العظيمة؟ يعني هو كلامك صحيح، والأصل في الإنسان أن يعبد ربه جل جلاله، والأصل أن يطيعه ولا يخل بعهده، لكن هل كل الناس يفعل ذلك؟ اللهم لا. الأصل في الإنسان أن يشكر المنعم جل جلاله، والله يقول وقليل من عبادي الشكور، فأكثر الناس قد أخل بالعهد الذي بينه وبين الله جل جلاله. وإذ أخذ ربك من بني آدم من ظهورهم ذريتهم وأشهدهم على أنفسهم ألست بربكم؟ قالوا بلى شهدنا. كلنا قد أقر بهذا العهد ونحن في عالم الذر، لكن بعدما خرجنا إلى الدنيا قليل من الناس من وفى، كما قال جل من قائل وما أكثر الناس ولو حرصت بمؤمنين، وإن تطع أكثر من في الأرض يضلوك عن سبيل الله وإن كثيرا من الناس لفاسقون.